هذه قطعة الأرض أخذتها وطلعت منطقة خضراء حدائق عامة فيها وإشي ما بتترخص ولا بتبنى فيها، فكان جاب القرفان هذا وبنى المحل الغرفة قدامه عشان أولاده، معاه 5 أولاد، معاه بنت و4 أولاد وهو عيلته، وأنا برضه بتردد عليه يعني بيجي عنده كثير، وبناهن ونستر فيهن والحمد لله رب العالمين كويسة ومشت الحياة. ورحيني أجل إشي هذا وهي من هده مش عارف يعني رحيني شو بده يسوي، ما آخرش إلا يستأجر والأجار ما أنت عارفة أشهر، وهو يدور تلقى رحيني بيت مش بالساهل يعني يلقى بيت للإيجار. فرقوا الأم راحت رحيني بالأولاد بالتوم عند أمهم عند أهلها، راحت مرته ضفة مش قدس، أخذت أولادها التوم وراحت، والأولاد هذول بيقوا عندي، هي بيكي هو رحيني بيجي بروح الاب وعندي والولاد عندي في الخيمه، والله طول الوقت في الخيمه، ولا احنا رايحين نرحل من الخيمه، راح نضل فيها ساكنين هانا لما الله يفرجها، تيلقى بيت تيدبر حاله تيشوف شو بده يصير.